إلى ملفنا الثاني، يعقد بنك المغرب المركزي اليوم أولى اجتماعاته لهذا العام وسط ترجيحات بأن يواصل تجديد سياسته النقدية. وبحسب تصريحات الخبراء للشرق، من المرتقب أن يرفع المركزي المغربي معدل الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة أساس ليصل إلى 3%، وذلك بعد أن رفعه في سبتمبر وديسمبر الماضيين بخمسين نقطة أساس في كل اجتماع، لتصل حاليا عند مستوى 2.5%. وفي حال قرر المركزي المغربي المضي قدما في رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، فسيصل سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته المعتمدة منذ عام 2014. هذه التوقعات تأتي في إطار جهود المركزي المغربي لكبح التضخم الذي سجل في يناير 8.9%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991. كما يقدر بنك المغرب المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 3.9% كمتوسط في 2023، قبل أن يرتفع مجددا في 2024 إلى 4.2%، وذلك نتيجة عزم الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم أسعار بعض السلع الأساسية. ينضم إلينا من وجدة دكتور المهدي الفقير، خبير اقتصادي وأستاذ في المعهد العالي. أهلا بك دكتور. دعنا نبدأ من توقعات رفع سعر الفائدة إلى 3%. برأيك إلى أي مدى هذه التوقعات ستتحقق اليوم بعد اجتماع المركزي المغربي، وكيف يمكن أن يكون انعكاسها على الاقتصاد؟ سيدتي الكريمة، أصبح من شبه المؤكد أن البنك المركزي أي بنك المغرب سوف يرفع من نسبة الفائدة، بحكم أنها الوسيلة الوحيدة لكبح جماح التضخم، بحكم أن السياسة النقدية تبقى آخر مآل من أجل إعادة التوازن لنسب التضخم. مع العلم أنه كما ذكرتم هذه النسب هي نسب قياسية، والظاهر أن السياسات الحكومية الحالية غير قادرة على امتصاص هذا التضخم المستورد الذي أصبح شهرا بعد شهر يتجدد في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فالبنك المركزي والذي يتميز بسياسة حكيمة ورصينة فيما يتعلق بهذا الجانب أصبح مجبرا على يعني التقيد بهذه يعني إذا صح التعبير هذه الجانب المحافظ فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لأنه لا توجد حلول أخرى في القريب العاجل. وذكر تقريركم منذ قليل أن هناك عجز للحكومة على تطبيق سياسات الدعم. الأكيد أن سياسة الدعم في حد ذاتها ترفع بنسب التضخم، والحديث هنا بالأساس عن إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لامتصاص هذا التضخم. في هذا الموضوع تحديدا دكتور، يعني اللي هو دعم أسعار بعض السلع الأساسية، رفع تدريجي لهذا الدعم، برأيك كيف سيكون السيناريو؟ كيف سيتم الرفع؟ التوقعات تذهب باتجاه أن نرى عودة التضخم أو ارتفاع للتضخم في عام 2024، يعني هل خلال هذه السنة من هون لآخر هذه السنة، أم هل سنراها في العام المقبل؟ ما هو السيناريو الموضوع حاليا؟ سيدتي الكريمة، فيما يتعلق برفع الدعم هذا يندرج في إطار إصلاح المالية العمومية، ولن يكون له تأثير مباشر أو على الأقل بشكل كبير على يعني نسب التضخم، لأن الحديث هنا بالأساس عن رفع تدريجي للدعم بحيث يمكن من امتصاص للعجز فيما يتعلق بموازنة الدولة. لكن التضخم هو إشكالية اقتصادية، يبقى الحل النقدي هو مجرد يعني مسكنات. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا دكتور المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد العالي، كان معنا من وجدة.